فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. نعم، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه ينظر هو في الدنيا وينظر إلى حوضه في الآخرة، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. هذا هو محل الشاهد. نعم. وإني والله ما أخاف. أعطيت مفاتيح الأرض أو مفاتيح، يعني أباح الله له المعادن التي في الأرض. التي في الأرض وما فيها من الذهب والفضة وغيرها من المعادن. فإن الله أباح لعباده هذه المعادن وهذه الأرزاق التي أودعها الله في الأرض،